السلام عليكم وسهلا، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم نروح لمدينة عزيزة على قلبي بزاف. الفيديو ديال اليوم من مراكش الحمراء. الناس اللي تبغيو مراكش والناس بنات مراكش غادي ناخذكم معايا في هذا الفيديو او ممكن اكثر من فيديو رحله في مدينة مراكش. اليوم النهار الاول، يلا وصلنا الصباح لمراكش. ما قدرتش نصور الصباح، عييت شويه مع الطريق. مشينا عند صديقة ديالي هي اللي استضافتنا هذا اليوم الاول، انا وراجلي. راجلي عاد وصل للمغرب، فسافرنا السفره بوحدنا بلا ودراري. وصلنا تغدينا ارتاحينا شويه وخرجنا. هذه اول خرجه لينا في مراكش. حنا دابا خرجنا على تقريبا 6:30، مازال الشمس. غادي نمشيو الحدائق المناره، ومن بعد غادي نمشيو ان شاء الله للمدينه القديمه. مهم، خليكم معايا غادي نصور لكم هذه العشيه كامله من مدينه مراكش. مدخل المناره، حراره، الشمس ساخنه. انا خارجين مع صاحبتي والوالد ديالها، مسكين هو اللي مخرجنا. خالد غادي فرحان. خالد البنات كانت الامنيه ديالو يزور مدينه مراكش حتى قبل ما يتزوج مغربيه. كنت يشوف مراكشي في الانترنت وامنيته يزورها، تيخطط انه يجي لها. ومن تزوجنا جينا جا المغرب تقريبا جوج مرات ولا ثلاثه المرات، ولكن ما كتب له حتى مره فيهم يجي لمراكش. فهذا اول عام يجي فيه، فراه فرحان ناشط يحقق الحلم ديالو، لان مراكش فعلا تستحق الزياره. وكتعرفوا مراكش راه عاصمه سياحيه يعني دوليه، راه كاع الجنسيات تيبغاو يجيو ليها. دابا وصلنا للمناره البنات. المناره هذه بحال الشكل ديال سهريج سواني تمكناس، حتى هذا سهريج كبير كان تيتخزن فيه الماء. ما عقلتش في عهدمن باش ما نكذبش عليكم، ما عرفتش في عهدمن بالضبط. هاتي ولكن الشمس حارقه، الشمس حارقه. خلي حتى يعبر، شي يعبر بيديه. لازلنا نتمشى ضرب الدور على المناره كامله. جو زوين، بدا تيتحرك واحد الهواء زوين، ونفجينا لهاد البلاصه اللي فيها الظل، ما فيهاش الحراره بحال بلاصه الشمس. غنجيو ان شاء الله في ساحه الفناء. خليتيها. غنجيو في ساحه الفناء مع في ساحه جمع الفناء، نجيو مع الغروب ان شاء الله. تنصور واللي يخفى الصباح يجي لبلدنا.
انا ما عندي حلي قلبيتي وحده صافي هي واش وحده حلي حلي عرب كمل لا صافي هي الحاجه صافي كاين كاين الشريف شكرا 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 الحاجه انا بغيت نشريها لك خذينا الخبز البنات ديال التفرنوت هذا تيطيب على الحجر ها هنا الباب ديال الملاح باش غادي ندخلوا ليه حتى الملاح جزء من المدينه القديمه تعرفوا الحي ديال الملاح كانت هي احياء اليهود شحال هادي ففي كل مدينه كاين الحي ديال الملاح تمكناس فيها الملاح معشبه الملاح المليح هادو كلهم معشبات شوفوا البنات وفيهم المبخارات وفيهم على شكل مبخره كبيره واو هادي اللي ملاح زوينه قربها ودابا هذا هو المدخل ومرحبا بكم في حي الملاح البنات حنا في لو برانس عاد نخرجوا للساحه ديال الجامع هنا وصلنا البنات في الوقت المناسب هذا انسب وقت الجامع فينا مع الغروب لان نشوفوها في النهار غنرجعوا نشوفوها فاش يطيح الظلام شويه نشوفوها في الليل راه الكتبيه راه غادي نمشيو لها ملي غنكملوا تعمل فيديو دابا البنات غادي نغادروا ساحه جامع الفنا اكيد غنرجعوا ليها ان شاء الله مره اخرى دابا غادي نمشيو كتبيه خويا
ودابا البنات الإشارة حمراء وإحنا معديين. كنا هنتخبط وربنا ستر. ايوه البنات وهالشيء اللي كتب الله وعطاك سعيد خبط والله ستر. خالد ضرب الصح غادي دافعني من داري حيت بيع لنا الطوموبيلات دايزين وانا حتى نصور ما مفكاش. احنا دابا غادي للكتبيه الكوار مساكن يكونوا صايمين وتيديروا الغداء للتوريست. شدود هاو لكم الهلال هاي تمشي. شوف كاس افريقيا الام كاس افريقيا والله هتنجي وجدتها البنات. دابا اللحظه الحاسمه اللحظه التاريخيه. هريمنا وهنا البنات تسالى اول فيديو لينا في مدينه مراكش. قبل ما نختم الفيديو غادي نخليكم مع الصور اللي تتشهل طنجيه المراكشيه اللي وجدوها لنا في العشاء العائله ديال صديقتي. وما يفوتنيش انني نشكر الصديقه ديالي بزاف على حسن الاستضافه، لا هي لا افراد العائله ديالها. دوزنا معهم يوم رائع جدا ونضرب لكم موعد فيديوهات مقبله في مدينه مراكش. يا سلام قوانين داخل شي مزيان. ما خفينا عليك والو هي بقوانين.